لا يمكن للإنسان العيش أكثر من 150 عاماً. 150 عاماً هي أقصى ما يمكن أن يعيشها البشر، وأشارت النتائج إلى أن البشر لن يتمكنوا من العيش بعد عمر 150 عاماً بحسب ما أفادت دورية Nature Communications. وجد العلماء إن مرونة أجسامنا تنخفض تدريجياً مع مرور الوقت، ويعتبر هذا أحد الأسباب التي تجعل التعافي من المرض والإصابة بطيئاً عندما نتقدم في السن. وقد أوضح الباحثون في ورقتهم إن جسم الإنسان يفقد مرونته وقدرته على التعافي ومقاومة الأمراض والحوادث في الفترة ما بين 120 و150 عاماً من العمر. ولقد خلص العلماء إلى نتيجة مهمة، وهي أنهم تمكنوا من رصد التحول في مسارات الشيخوخة بداية من سن 35 عاماً وما فوق، ثم مرة أخرى من 65 وما فوق. وجد الباحثون أن هذين العمرين يتطابقان مع المراحل يمكن أن تكون حاسمة في تحول شكل ونشاط واهتمامات الإنسان على حد سواء، مثل العمر الذي يميل فيه الإنسان للتقاعد من الأنشطة الرياضية، والعمر الذي يتقاعد فيه الأشخاص عادة من العمل في وظيفة. إلى هنا انتهت الحلقة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد على قناة Art of War.